في الوقت الذي تتزايد فيه حدة التوقعات بشأن هوية الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية، يبدو أن هناك مقاطعة أمريكية لا تختار عادة إلا المرشح الفائز في السباق إلى البيت الأبيض. إنها مقاطعة كلالين كاونتي التي يقال إن سكانها يمسكون بمفتاح البيت الأبيض لأن أصواتهم لم تصب في مصلحة مرشح منذ عام 1980 إلا وانتهى به المطاف رئيساً للولايات المتحدة. في هذه المنطقة الجبلية التي تنتشر فيها الغابات وتفصلها مساحات مائية عن كندا ومدينة سياتل، لم يخطئ السواد الأعظم من السكان المقدر عددهم بنحو 78 ألفاً في خياراتهم الانتخابية منذ نحو 50 عاماً منذ تبوأ رونالد ريغان سدة الرئاسة. وبين عامي 1980 و2016 نجحت 19 مقاطعة لا غير من أصل أكثر من 3000 في اختيار جميع الفائزين في الانتخابات الرئاسية، لكن خلال عام 2020 صوتت كلاليم وحدها لبايدن. ومعظم سكان المقاطعة هم من البيض بنسبة 80%، وفي كلاليم نسبة أدنى من المعدل الوطني لخريج الجامعات ومن متوسط دخل الأسر. واستناداً إلى ما تقدم، كان من الممكن أن تختار المقاطعة عام 2020 إعادة انتخاب دونالد ترامب الذي يستقطب أصوات البيض من الفئات الشعبية، غير أن كلاليم تتميز بأنها غير محسوبة لا على الجمهوريين ولا على الديمقراطيين.